وبإذن الله أخي أنا ذا رجي مو بكلهم رجين واحد بيغادر بإذن الله. سالم كان يقول لي عندي بيتين. صدى؟ تبي صدى؟ ايه. طيب عطوا الاستاذ سالم صدى، عنده بيتين وده يقولها. انا اقول من تربه معاقل التاريخ والمجد الشهير رفت بيا رقنا مع معزي ورفر في عالم والله ما جانا المجد غير بضر مصقول شطير اللي هوا ننسفها الارقام من مخ العظم. بانتظار الاسم اللي راح يرجع معنا. بس اشهد بالله ان ابياتك جزله يا سالم. يعني ما خلا منك. واشهد بالله اني احبك واحب قصيدتك. يعني ما خلا منك. انا ودي احظى بتصميم مع سالم بن عبد الله اللي قبل الاستاذ سالم. يعني ما خلا منك. ابيك تعيد الابيات. هذه كمرتك. ابشر بالسعد. ابيك تعيد الابيات الان بصوت. ابشر بالسعد وازودها بعد. طيب هذه كاميراتنا. ذي؟ اي. يقول من تربه معاقل التاريخ والمجد الشهير رفت بيا رقنا مع معزي ورفرف يا علا والله ما جانا المجد غير بضر مصقول شطير اللي هوى ننسف بها الارقام من مخ العظم دار الشيوخ اللي جاها مع الحرب النذير لبوا منادى الحرب بسم الله ومن يسلم سلم تسلم تشبع فظل سيوفنا العرجه ويشبع كل طير وندرس الاخصام فن الحرب وفنون الحسن. كفو وشد. يعني اقول كفو وشهد انك سلمت يا سالم. يعني ما خلا منك. طيب سالم تحت يا شباب تحت بس لو تكرمتوا بس تحت. استغني عنه. طيب بس ابي استاذن من الشباب في حال اعلنا عن اسم العائد الان.